طال الزمن أم قصر فأننا على عهدنا ووعدنا به شعبنا في ملاحقة المجرمين العتاد الذين ساموه سوء العذاب طيلة 35 سنة من الحكم النظام البعث صدام المقبور والقبض عليهم وتقديم العدالة لينالوا القصاص العادل ولتقر عيون الأرامل واليتامى والمعذبين. وليعلم كل هارب عن وجه العدالة أن يدنا أقرب وأقوى وأقدر على الوصول إلى مخابئهم وجحورهم التي تعودوا الاختفاء بها على خطى زعيمهم المقبور. نعرض أمامكم اليوم أحد أبرز أزلام النظام البعثي وقياديه الملطخة يديهم بدماء الأبرياء من أبناء شعبنا المجرم عبد الباقي عبد الكريم السعدون الذي كان يشغل منصب نائب أمين سر القيادة القطرية لحزب البعث المنحل. لقد تمت عملية إلقاء القبض عليه بجهود وطنية ومتابعة استخبارية ميدانية استمرت عدة أشهر حتى تمكنت الأجهزة الأمنية العراقية من إلقاء القبض عليه بالساعة 5 من مساء يوم الأربعاء الموافق 24 حزيران في وسط محافظة كركوك. وعلى الرغم من أهمية هذه العملية الناجحة والسريعة لكن ما تم الوقوف عليه من خلال التحقيق والاعتراف لا يقل أهمية عما كشف التحقيق عن حجم الوهم الذي نسجوه حولهم من أجل تضليل وخداع أتباعهم وتحريضهم على ارتكاب جرائم جديدة والتعاون والتنسيق مع الإصابات الإرهابية. عبد الكريم عبد الله عبد المنعم السعدون مسقط راسي محافظة ذيقار سوق الشيوخ ناحية العكيكي تولد 1945 موقع الحزبي قبل الاحتلال عضو قيادة قطر العراق اعتبارا من 8/7/1995 بعد الاحتلال تواصلت مع بالعمل بالحزب من 12/4/2003 ولحد إلقاء القبض عليه في كركوك في محافظة التميم. الآن عضو اختلفت مع عزة الدوري لمخالفته قيم الحزب وتقاليده وأعرافه ورغم التكرار تجاوزاته فانتخبت عضو أمين سر قيادة قطر العراق لحزب البعث العربي الاشتراكي. هوية مزورة باسم مزهر حميد خلف. بعد ما ألقى القبض عليه بالبداية ما اعترف أنه هو المجرم عبد الباقي السعدون ولكن بعد مواجهته بالحقيقة اعترف بأنه هو المجرم عبد الباقي عبد الكريم السعدون. وحاليا تشوفون المبرزات الجرمية الموجودة والصور مالتهن أمامكم وهي هوية الأحوال المدنية المزورة باسم مزر حميد خلف.